أودشن هذا العام إصداري الأول الترانزيت الوصول للعالمية عبر بوابة التنمية الاقتصادية. هذا الكتاب لمجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية شاركنا فيها المجتمع، تم نشرها عبر صفحات جريدة الرؤية في عمود أسبوعي. اليوم نلخص هذه الثمرة من هذه المقالات والحصيلة عبر كتاب ترانزيت، وهو عبارة عن محطات، وهذه المحطات هي تجمع مجموعة من الحالات التي مر فيها الاقتصاد ومن قضايا اقتصادية، أيضا بما أنه هناك تغيرات مختلفة مر فيها، فجاء كتاب ترانزيت حاملا في طياته 10 محطات. هذه المحطات تختلف ما بين قضايا اقتصادية اجتماعية وقد تكون سياسية بعض الشيء، وأيضا مختصة أو ذاتية في وإعلامية في بعض من السطور. كتابي هذا أهديه إلى كل من ساندوني عبر مشوار هذه الحياة، عبر المشوار العملي، عبر المشوار الاجتماعي، نتطلع فيه للوصول للعالمية عبر التنمية الاقتصادية.